السؤال عن النزول الإلهي هل هو بدعة؟ السؤال عن كيفيته بدعة والإيمان به واجب كما نقول ذلك في الاستواء؟ نعم، كل ما هو من صفات الله تطبق عليه هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك. لما سأله رجل قال الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول لمالك: كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علاه العرق من خشية الله عز وجل، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني السؤال عن الكيفية السؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه. نعم.